ليس خالد، خالد ليس، يلا قوم. صباح الخير يا نور. صباح النور، يلا اصحي وصحي اخوك، يلا بسرعه. خالد، خالد رفقي، 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 مش هتقوم بقى الساعه قربت على سبع. صباح الخير. صباح النور. يلا يا ولاد احسن هيخرجوا على المدرسه كده. انت لسه برضه ما اتعلمتش تربط رباط الجزمه؟ ما انا كل ما اربطه يتفك تاني. قولك انا؟ تعالي انت خليه يتعلم. اقعدي ما سرح لك شعرك. عايزاه دي الحصان ولا سايب؟ سايب. على فكره انا طلعت لك القميص السماوي بره عشان تفتكري تكويه. حاضر. صحيح يا ماما هتبقي رئيسه في الشركه؟ ايوه يا حبيبتي. امتى يا ماما؟ يعني النهارده بكره. طب قولي ان شاء الله الاول. مش جاهز ما يحصلش. انت هتفول ليه بس؟ هو انا كتير عليا انا ابقى رئيسة قسم؟ لا يا ستي ما اقصدش، انما ما دام قررت. اولا اللي اعرفه ان عبد العظيم بيه مجهز القرار وممكن يوزعه في اي وقت. صحيح الشافعي بيسعى جامد، لكن هو ده اللي انا اعرفه. برضه قولي ان شاء الله. طبعا ان شاء الله في كل وقت، بس يعني يلا يا اولاد اتوبيس المدرسه قرب يجي. باي بابا. باي باي باي. سلامة حبيبي. باي باي. سلامة حبيبتي. على فكره انا من يومين كنت في مكتب عبد العظيم بيه وكلمته بخصوص الترقيه بتاعتي. وليه كده يا عفت؟ وانت يعني فاكر ان انا ممكن ابقى مبسوطه لو ترقيت قبليك؟ ولو ده مش مبرر برضو. عايز الناس في الشركه يقولوا ايه؟ وهيقولوا ايه يعني؟ هما لسه هيقولوا دول بدأوا فعلا. وبالمناسبه يبقى قللي شويه من ترددك على مكتب عبد العظيم. تقصد ايه؟ مش انا اللي اقصد، الناس في الشركه بتربط بين الحكايه دي وبين الترقيه بتاعتك. معنيته ايه بقى الكلام؟ متصورين انك حصرت عبد العظيم لغايه ما رقيت. حقد، انا مش وصوليه زي ما بيحاولوا يشيعوا عني، انا اترقيت لكفاءتي. ثم انا ما بروحش مكتبه من نفسي. هو اللي بيستدعيني من يوم ما نقل رئيس القسم. مدير عامه عايز يطمن على الشغل. دي مسؤوليته لغايه ما يعين رئيس جديد. او رئيسها. لكن لو ده حصل لا لا ماشي. صباح الخير. صباح النور. في ايه؟ ايه الحكايه؟ لا ده احنا هتشتغلي موضوع كده مع عبد العظيم بيه. عن اذنك. اهلا بيك يا فندم. ايه اخبار قسم التخطيط؟ الحمد لله يا فندم. تحت امركم. الحقيقه يا فندم ان احنا علمنا ان حضرتك هتصدر قرار بند مدام عفت لرئاسه القسم. وبعدين؟ ما يخفاش على سيادتك لو ده حصل هتبقى المساله جارحه جدا بالنسبه لنا، وخصوصا ان سيادتك عارف انها هي الست الوحيده في القسم، فلما تبقى يعني رئيس على اربع رجاله المساله يعني هي مش موظفه زيكم لها نفس الحقوق عليها نفس الواجبات؟ طبعا 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 ما عندناش حاجه. طيب المانع انها تاخد فرصتها؟ المساله يا فندم في سبب تاني، انا اترقيت للتانيه في الحركه اللي فاتت، يعني عندي اقدميه. بس يا حضرتك نقلت القسم التخطيط من فتره بسيطه وهي عندها خدمه كبيره فيه، ثم انا دايما بنظر للصالح العام. ما هو برضه يا فندم انا اتنقلت القسم للصالح العام، وما يخلصش سيادتك ان نقلي يضيع عليا فرصه ان ابقى رئيس قسم.
يعني باختصار انتوا رافضين ان مدام عفة تبقى رئيسة عليكم. ما هيش حكاية رفض يا فندم، انا زي ما وضحت لسيادتك. يا فندم مفهوم مفهوم مفهوم. على العموم انا لغاية دلوقتي ما اصدرتش القرار، وحتى لو صدر ده هيبقى قرار ندب، يعني لسه هيتعرض على اللجنة. ما هو لو سمحت لي سيادتك، قرار الندب يعتبر نص الطريق للقرار النهائي. على العموم انا فهمت وجهة نظركم، ولا اقدر اوعدكم بيه دلوقتي ان انا مش هصدر القرار الا بعد ما ادرس ملابساته تاني، وان شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا. شكرا. بس بقول لسيادتك ايه، دي مذكره تفصيليه عن الموضوع، ممكن نسيبها لسيادتك؟ قوي بكره شوف اللي هتعمله. الو مدام سلوى، اهلا اهلا. مدام عفت موجوده؟ حاضر حاضر. مدام عفت، عبد العظيم بيه عايزك. متصوره انها رايحه تستلم القرار. طبعا ما بقى لها يومين بتتصرف اكنها بقت رئيسه خلاص. اسمع، انت لازم تصمت النهايه. طبعا حاجه ويا اخي غريبه قوي الستات دول والله، هما مش يريحونا بقى ويقعدوا في بيوتهم احسن؟ زملائك كانوا عندي من شويه. ايوه عارفه، كانوا جايين عشان معترضين ان اتولى رئاسه القسم. الحقيقه انا قدرت حساسيه موقفهم، واضطريت ان اديهم امل ان حدث الموضوع دراسه اكتر، لكن بعد ما خرجوا من عندي حسيت ان انا درست الموضوع دراسه كفايه، وقررت ان احسمه. عشان كده استدعيتك عشان اقول لك مبروك. مبروك يا استاذ عفة. متشكره قوي يا فندم. هتشكريني على ايه؟ انا اخترتك لكفاءتك، لجديتك، لاخلاقك العاليه، ودي صفات محدش يقدر ينكرها حتى لو كان من اعدائك. من المؤسف ان الصفات دي ممكن تكون عداوات. ده شيء طبيعي، وده يخليك تحافظي عليها اكتر. المهم انك تبيضي وشي وتثبتي للجميع ان قراري كان في محله، وما تنسيش ان ده قرار ندب ولسه هيتعرض على اللجنه. من غير ما تقول يا فندم. اما حته الحساسيه اللي اتكلموا عنها زملائك، فانا هسهل لك الامور. هنقل الراجل من عندك وهبعت لك بداله بنتين. لازم يعني؟ اهو نوازن الامور شويه. اللي تشوفه حضرتك. ومره ثانيه انا متشكره جدا، مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. لا شكر على واجب يا ستي. في اي حاجه ثانيه؟ اصل كان في موضوع كنت كلمت حضرتك فيه وعايزه افكر حضرتك تاني بيه. موضوع ايه؟ ترقيه رفقي. جريئة يا استاذ عفة، واحنا كل ما نرقيكي ولا نديكي علاوه تشجيعيه ولا نخليكي رئيسه قسم تطلبي حاجه لرفقي؟ يعني يا ستي كان لازم تتجوزي من الشركه دي. ابدا والله، بس هو يستحق. يا سلام يا استاذ عفة، لو كل الستات كده يحافظوا على مشاعر ازواجهم ما كانش يبقى في مشاكل زوجيه ابدا. حاضر حاضر يا ستي، فالحركة الجاية إن شاء الله يكون نصيب. مدام محظوظ بالشكل ده. ألف ألف شكر يا فندم، عن إذنك. مع السلامة. جايبه كله أبيض، ما نوعتش ليه؟ أبيض بيريح أعصابي. إيه حكاية أعصابك اليومين دول؟ في إيه؟ يعني ما أنتش عارفة؟ لا مش عارفة، في إيه؟ مش ملاحظة ان بقالك مدة مفيش في حياتي غير الشغل والناس اللي بتحاربك ولازم تنتصر عليهم ولازم وانت مش ملاحظ انك بقالك مدة بتكلم بطريقة غريبة شوية؟ ايه الحكاية؟ ولا حاجة. لا بقى لازم تتكلم بصراحة. بقولك ايه، نقفل الموضوع ده احسن. هو ايه الموضوع الاول؟ مش فاهم كل ده ولسه مش فاهمة. لا ارجوك فهم. اقولها لك ازاي بس، انما راجع حياتنا كده وشوف الاول كنا عايشين ازاي ودلوقتي وصلنا لايه. ايه ده بقى لغز ده بقى ولا ايه؟ ما قلت لك نقفل الموضوع ده احسن. مش لما يبقى في موضوع من اصله عشان نقفله. ايه ده حلو ولا عيب؟ اهلا يا ماما، والله وحشاني جدا. اهلا يا حبايبي. اهلا اهلا، اتفضلوا. اخيرا جينا على بالك وفكرت بدورينا. الحقيقه انا جايه وخايفه، عامله حساب الدش اللي هسمعه ده، لكن لما هتعرفي الظروف هتعذري. ظروف ايه واعذرك؟ ده ايه ده، حتى التليفون خطفتيه. نسيت اللي ليكي عيله واهل تسالي عليه. هما فين صحيح؟ ما
بابا بيصلي جوه ومدحت في اوضته. اهلا اهلا بست الهروبة. اهلا يا مدحت، ازيك؟ عامل ايه في شغلك الجديد؟ الحمد لله. اهو انت عارفه شغل البنوك بقى، انت عامله ايه في شغلك؟ مش ماما هتبقى رئيسه؟ رئيسه؟ صحيح يا عفه، رئيسه بحق وحقيقه. انعم واكرم بست الرئيسه. اهلا يا بابا. اهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. اهلا والله وحشني خالص. مش باين. انت كمان؟ لا ده انتوا متفقين عليا بقى، انت اللي جايبالنا فيك. انما ايه حكايه الرئيسه دي؟ جد ولا هزار؟ ايه مستكتره عليا ولا ايه؟ معقوله استكتر عليكي؟ اللي عشتي حياتك تحلمي بيه؟ وبعدين يا بابا شاهده يا ماما؟ ربنا يزيدك من نعيمه يا بنتي لحد ما تبقي مديره الشركه. علشان محدش يعرف يكلمها او يشوفها تاني. انت تعتبري نفسك رئيسه مؤقته، بيتك في النهايه اولى بيك. بالراحه شويه يا بابا، من حق عفت انها تحقق ذاتها وطموحها. برافو عليك يا مدحت، اهو انت كده اخويا بصحيح، اهو كده الكلام ولا بلاش. خليك في صفي والنبي، احسن معظم الرجاله بقوا ضدي. وجودك في انهي صف يا ترى؟ ايه مبسوط راخر بالرئاسه بتاعتك؟ الله بالحق، وما جاش معاكي ليه؟ صحيح يجليكي يا عفت، فرحتي بيكي نستني اسالك، هو ليه ما جاش؟ اهو ما صدق قلت له اني جاي على هنا وجري على مامته. ما انت عارف ان ما كانش يروح لها في الاسبوع مره ولا اتنين يبقى زي التاني. معلش يا ابني ما تزعلش مني، مراتك طول عمرها عناديه ودماغها ناشفه. عفت ما كانتش كده زمان يا ماما. زمان زي النهارده، انت بس اللي كانت السكينه سرقاك. انا عارفه هي سحرها لك ولا عامله لك ايه. لا يا ماما ما تقوليش كده، عفت انسانه ممتازه، هي بس من يوم ما انشغلت بالترقيات والمرياسات يبقى ما غلطش. الست لما تبتدي تهتم بالحاجات دي بيبقى على حساب راحه جوزها وبيتها. الود ودي كنت اكلمها والفت نظرها، لولا خوفي لا تهب فيا زي المره اللي فاتت. امتى؟ يوم خالد وميسم ما كانوا هفتانين وشكلهم زي اللي ما بياكلش، ما صدقت. قلت لها يا بنتي خدي بالك من اكلهم شويه، بصيت لقيتها يا ابني هبت فيا وما خلصتش. يا خبر يا ماما، انت لسه فاكره دي حكايه فات عليها زياده عن سنتين؟ فات ولا ما فاتش، اهو من يوميها يا ابني وانا حايشه نفسي. لا يا ماما ما تزعليش، دي عفت بتقدرك قوي. بتقدرني؟ لو كانت بتقدرني بصحيح ما كانتش سابتك تجيني في عيد الام لوحدك. أنا اخترتك كفاءتك لجديتك لأخلاقك العالية، ودي صفات محدش يقدر ينكرها حتى لو كان من أهلك. ميرسي قوي. والف مبروك الشغل معاكي يا استاذ عفة. الله يبارك فيكي. الحقيقه انا اخترتكم انتوا الاثنين بالذات عشان عارفه ان انتوا بتوع شغل، وعشان كده عايزاكم تشرفوني. مكتبك اهو يا سناء، وانت المكتب اللي بعده. يا سلام يا استاذ عفة، ده انا من زمان وانا نفسي ومنى عيني ان تبقى رئيسه واحده ست. لا وحظي يقع مع مين؟ مع الاستاذ عفة. بذمتك يا فوقيه انا من يومين كنت بقول لك ايه؟ اه والله يا استاذ عفة، عايزين بقى نحس بقيمتنا. كفاية بقى كده على الرجالة. مش ندخل بقى نفضل واقفين كده؟ انت مش كنت ناوي تقدم تظلم؟ انت هتشتغل لي؟ طبعا انا مش ممكن اسكت على كده. خلاص يبقى هتشلهم ليه بقى؟ روق الاناني. يلا اجمد بقى واتكل على الله. يلا مبروك. شكرا يا استاذ شفا. مبروك يا أستاذة. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا أستاذة. شكرا. أولا أحب أشكركم جميعا على الروح الطيبة،
وطبعا مسألة الرئاسة دي زي ما بيقولوا تكليف مش تشريف، وعشان كده بأؤكد لكم في البداية إن أنا كل اللي يهمني أولا وأخيرا إننا نتعاون بروح الأسرة، وأرجو إنكم تنسوا مسألة الرئاسة دي وتعتبروني مجرد أخت لكم بتنوب عنكم في تنظيم أعمال القسم. ودلوقتي بقى نبدأ العمل. احنا نوقع الشغل كده طوالي؟ مش تدينا فرصة الأول نحتفل بيكي؟ أيوة طبعا. حالة نبعت نجيب شاي وجاتوه، حفلة كده على الضيق. أو من ده عامل فعل؟ لا 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 لا، مشاعركم عندي أهم من الحفلة، وبعدين احنا ما عندناش وقت. عبد العظيم بيه عايز يستلم خطة السنة دي النهاردة قبل بكرة، وما تنسوش إن الأزمة مع الرئيس السابق كانت بسبب الخطة، لأن طبعا تأخيرها ده له تأثير كبير على حركة الشغل. صباح الخير يا اسم التخطيط. صباح النور. مبروك عليك. ألف 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 مبروك يا عفتي حبيبتي. أنا مش عارفة أهنيك ولا أهني نفسي ولا أهني كل ستات الشركة. ما هو طبعا لازم الشغل يدي ست حاجة يعوضها غلب البيت كل يوم. أما ليه؟ ما تقول يا جماعة فين الحفلة؟ ابوا بحتة جادو، كوباية شاي، كوباية شربات. ده أنا سايبة السكرتارية بشغلها المتلتل عشان ألحق الحفلة. الأستاذة عفت ما رضيتش، قالت نخش في الشغل على طول. يسلم، وهو الشغل هيطير؟ حتى في المناسبة دي هتاخديها جد؟ يا حبيبتي فرفشي شوية، فرفشي زي البت اللي فوق، أحسن دي مفرفشة على طول. مين دي؟ يعني ما انتش عارفة اسمها؟ لازم أحفظهولك. البت اللي بتشتغل فوق مع جوزك أحلام، كل ما أخش أخلص شغل جوه ألاقيها لازقاله وكركركركركركر. تاني يا سعدية، حتى الهزار في دي كمان؟ لا يا حبيبتي الحاجات دي ما فيهاش هزار. الناس كلها في الشركة ابتدت تتكلم، وانتي بقى خليكي نايمه على ودانك. بقولك ايه، رفقي مش زي ما انتي فاهمه. يا خبر يا استاذ رفقي، انا نسيت. الف مبروك. مبروك على ايه؟ مدام عفت رئاسة القسم. الف الف مبروك. الله يبارك فيكي. عقبال. لا انا ماليش طموحات مدام عفت، انا احب ابقى رئيسة ببيتي مش هنا. يعني لو جاتلك فرصة زي دي هترفضيها؟ ياه، وانا هفضل في الشغل لغاية اليوم ده؟ لا انا الشغل بالنسبة لي تقدر تقول كده مجرد محطة. أهو كلام، كلكم بتقولوا كده في الأول، لكن بعد ما تتجوزوا بتتمسكوا بالشغل أكتر. لا وحياتك، مش أنا، أنا أول ما أتجوز تاني يوم أقول من الشغل يا فكيك. ما أنت شايف دخت ستات المتجوزة دول ما بقوا ستات ولا موظفات، بقوا شغالات. أمال فين ملف شركة الورق؟ ده كان في إيدي دلوقتي. اتفضل اهو. ايه يا نسا احلام، هتفضلي قاعده كده لحد امتى؟ ما عندكيش شغل تشتغليه؟ خلصت يا فندم وبساعد الاستاذ رفقي. سيب الاستاذ رفقي دلوقتي وخدي الكشوفات اعتمديها من قسم التخطيط علشان ننفذ. حاضر. كان ليا راي في بعض حاجات، انما طبعا. صباح الخير. ألف ألف مبروك يا أستاذ عفت. شكرا. أي خدمة؟ لو سمحتي دول عايزين اعتماد. متشكرة قوي يا مدام عفت. ايه يا عفت؟ مالي؟ مفيش.
شلتلنا بقى؟ حاضر يا حبيبي. ثانية واحدة. ايه مالك يا خالي؟ تعبان. يا خبر، ده الولد سخن جدا. وريني كده حبيبي. اه فعلا يا عفت، الولد سخن. خليك انت جنبه المرة دي وانا هروح الشغل. ظروفي ما تسمحش يا رفقي. ظروف؟ ظروف ايه؟ طبعا، ما هو مش معقول اغيب النهاردة وانا لسه ماسكة مسؤولية القسم. مسؤولية القسم ورئاسة القسم ومشاكل القسم، يعني لسه هنشوف حاجات جديدة. جرايه يا رفقي، ايه النغمة اللي بقيت تتكلم بيها دي؟ ما هو مش معقول كمان يا عفت، كل حد من الاولاد ما يسخن ولا يتعب اقعد انا جنبه. طب خلاص خلاص، انا هقول لكريمه جارتنا تاخده عندها لغايه ما ارجع. استني، يعني ايه يقعد عند جارتنا؟ عندك حل تاني؟ اتفضلي انت يا ستي روحي شغلك وامري لله. وبعدين ولا قبلين؟ صباح الخير يا جماعة. معلش انا اسفه على التاخير، اصل خالي رجلي سخن شويه. بقول لك ايه يا استاذ شفعي، خلصت تفريغ الخطه؟ شغال فيها. طب بسرعه شويه لو سمحت عشان عبد العظيم بيه بيستعجل. ما قلنا شغال فيها، اقطع نفسي. ده بقى عال قوي والحمد لله. وديته دواء في ميعاده؟ بالدقيقة. ازيك دلوقتي حبيبي؟ لا الحمد لله بقيت كويس. متشكرة قوي يا رفقي. العفو. بس يكون في علمك بقى، دي آخر مرة هعملها. لكن يا مدام عفت، احنا طول عمرنا بنفرغ الخطة بالشكل ده. أرجوك يا أستاذ شفعي، فرغ كل ربع سنة في كشف لوحده. وليه تحكيم الرأي ده؟ أرجوك حاسب على كلامك، ده مش تحكيم رأي، ده لصالح العمل، وبعدين أنا ماليش علاقة باللي كان بيحصل قبل كده. كفاية بقى كده يا أستاذ شفعي. اسكتي أنت. طب أقول إيه يا أستاذ عفة؟ ما تمشيها المرة دي كده، والمرة الجاية تتعمل زي ما حضرتك عايزة. أرجوك، أنا اللي بتحمل المسؤولية. خلاص بقى يا جماعة، ما تكبروش المسألة. على العموم أنا عملت اللي عليا، وإذا كنت عايزة تعيدي الكشافات، شوفي حد تاني يعيدها بطريقتك. اسمعي يا أستاذة، أنا هريحكم وأعملها بنفسي. من فضلك. ده شغل الأستاذ شفعي. وهو اللي لازم ينفذه وبالطريقه اللي انا قلت عليها. وان ما نفذتوش تبقى ممتنع عن العمل، وافتكر ده يوصلنا للتحقيق. يعني ايه الكلام ده؟ بتهدديني؟ انا ما بهددش، انا بذكرك بواجباتك. روق الاناني، هتضيع قضيتك التانيه يا عبيط. خلاص يا استاذ عفت، الاستاذ الشافعي هو اللي هيفرغ الكشوفات وبالطريقه اللي حضرتك عايزاها. وطبعا كش مالك على طول. بس خلي بالك الشفع ده مش سهل وممكن يتعبك. يتعبني ده ايه؟ والله لو عمل حاجه تانية لاديله على دماغه، اصل ده صنفي خاف ما يغتشيش. لا انت كده مش ناويه تجيبيها لبر. ده شغلي ولازم اعمله صح. ايوه يا عفت يا حبيبتي، بس كل ده على حساب اعصابك. يظهر ان انا تعبت. معلش يا رفقي، ممكن تكمل كام طبق دول على ما اروح اريح رجلي شويه؟ ويا ريت تعمل لنا شاي. كان لنا هذا اللقاء مع سكرتير شعبة القصابين وتاجر جملة. نتعرف عليك. تمام طه محمد. قولي الأول، أو عايزك تعرف المشاهدين بكلمة القصابين معناها إيه؟ القصابين اللي هي بتنطق عليهم بيقوموا أصحاب محلات الجزارة. كفاية كده تلفزيوني ولا قوموا ناموا عشان المدرسة بكرة. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي. طب لو سألتك بقى أنت اتفضلي. شكراً.
بتصور من كتر التعب شايفه صوره التلفزيون اتنين. طبعا ولو استمريتي على الحال ده بكره هتشوفيها ثلاثه واربعه. قصدك ايه؟ انت فاهمه قصدي طبعا. لا مش فاهمه، وضح. اقصد الدوامه اللي انت حاطه نفسك فيها ومصره انك تفضلي جواها. وبعدين بقى هنرجع للاسطوانه دي تاني؟ عرفت يا حبيبتي، انا لما كلمتك قبل كده عشان تسيب الشغل ونبهتيني لحكايه استكمال مده المعاش كان عندك حق، انما دلوقتي انت فاضلك شهرين تقريبا وتستكملي المده، وانا شايف ان الجمع بين مسؤولياتك في البيت والشغل بدات تاثر على حياتنا، فانا بقول يعني ان كفايه كده واقعد في البيت. عليك يا نور، اديكي قلتيها. شوف يا رفقي، انا صحيح وعدتك اني هفكر في الموضوع ده، لكن ما اديتكش كلمه. يمكن ساعتها كان بيتهيالي انه ممكن يحصل، لكن لما رجعت نفسي حسيت انه مستحيل يحصل. مستحيل؟ مستحيل ليه بقى؟ اولا نشوف الحياه بتغلى ازاي، ثانيا الولاد بتكبر ومصاريفهم بتزيد، ثم ان احنا بقالنا يجي شهرين ثلاثه ما حطيناش حاجه في دفتر التوفير. دي الترقيه دي جت في ميعادها تمام، الزياده في المرتب والحوافز اللي هاخدها عشان رياسه القسم. شوف بقى لو اضحي بكل ده واكتفي بالمعاش يحصل ايه؟ يا ستي نضغط على نفسنا شويه. يعني ايه نضغط على نفسنا؟ ثم ان في حاجه وافتكر انت عارفها من يوم ما اتجوزنا، بتنساها ليه دلوقتي بقى؟ ايه هي؟ يا رفقي انا ما بروحش الشغل عشان المرتب وبس، انا من حق احس ان انا ليا كيان، انا لازم احقق ذاتي. الشغل بالنسبه لي بقى زي الهوا اللي بتنفسه، يعني لو سبته اموت. رجعنا بقى للفلسفه الفارغه. دي مش فلسفه فارغه، الكلام ده سمعته مني من قبل ما نتجوز وكان عاجبك، ايه اللي بيخليك تقول فارغ دلوقتي؟ الواقع اللي احنا عايشين فيه. الحياه بتتغير يا عفت، ولازم نكيف نفسنا مع حركتها. ده كلام انشا ومش هيوصلنا النتيجه. يعني مصره على حقي؟ لا، قولي بقى ان حكايه المرياسه في الشغل دي هي اللي خلتك تتمسكي بيه اكتر. ارجوك يا رفت نعتبر المناقشه في الموضوع ده انتهت. مش ممكن تكون دي نهايته. يعني ايه؟ يعني انا عند موقفي لغايه لما تسيب الشغل. انا ما بقولكيش تسيبيه او ان تستكملي مده المعاش، لا، خديلك بعدها فتره. المهم تهيئي نفسك ان ده شيء لابد يحصل لراحتنا وراحه الاولاد. تصبح على خير. يا اولاد انا تعبت. وانا كمان، يلا بينا نقعد في الكافيتيريا بقى. يلا بس يا ابني بقالك ساعة طول خمس دقايق، كفاية بقى. طب اتفضلوا انتوا واحدة محصلة. لما قولي ايه حكاية البنت اللي اسمها احلام دي؟ واحدة غاوية شياكة. شياكة؟ دي مسخرة. وبعدين ما لقيتوش واحدة تانية تبعتوها لي تكون محترمة شوية؟ الحقيقة ان سميرة هي اللي لازم تقوم بالعملية دي، انما الاستاذ مرسي لاحظ ان الشغل تقل على سميره وخف على احلام، فحاول العمليه عليها. طب يا ريت تكلمه في الموضوع ده. اكلمه اقول له ايه وازاي؟ ده رئيس القسم ومن حقه يوزع العمل بالطريقه اللي تعجبه. ايوه يا رفقي، بقول لك ايه، عبد العظيم بيعمل اجتماع طارئ لرؤساء الاقسام النهارده الساعه 4، يمكن اتاخر شويه، وحياتك تذاكر للولاد على مرجع. على فكرة الأكل جاهز في التلاجة. ولزومه إيه الكلام ده يا عفت؟ ما اعتذرتيش على الاجتماع ليه؟ أعتذر إزاي؟ بقول لك اجتماع طارئ لرؤساء الأقسام. ولو الاجتماع ما هوش في مواعيد العمل الرسمية، يعني كان ممكن تعتذري باعتبارك زوجة وعندك التزامات عائلية. معلش أنا خلاص اديت كلمة، أول ما خلص هرجع على طول. لما تيجي مامتك يبقى اقول لها الكلام ده. هي هترجع امتى؟ معرفش. هتغيب يعني؟ ما قلت لك معرفش، هي مناكفة وسلام. شوف كده يا بابا. وريني يا حبيبتي. كويس.
كملي وريني انت كمان عملت ايه. كويس. ايه ده؟ طائر بالطا مش بالت. طائر طائر. خد صلحها. هي مش طائر. اه خلاص تبقى بالت. يا سلام. طائر مش طائر. اكتبها زي ما في الكتاب. بلاش لماما. ماما جت. ماما جت. ماما طيبش قوي كده ليه يا ماما؟ معلش يا حبايبي اصل كان عندي اجتماع معاكي. وحشتينا حبيبي. انا اسفه يا ريف اصل ما كنتش عارفه. ما كنتيش عارفه يعني ايه؟ وليه ما اعتذرتيش من الاول؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا رفي. يعني ايه بقى مش وقته دلوقتي؟ يلا يا حبايبي على السرير عشان تصحوا بدري المدرسه بكره. انا خارج اتمشى شويه. ايه بقى معنى الكلام ده؟ اسف حبيت اتمشى على الكورنيش شويه و... واكل ترمس زي زمان. الحقيقه يا جماعه انا عايز اشكركم على همتكم معايا. عبد العظيم بيه مبسوط جدا وده طبعا نتيجه لتعاونكم. متشكره قوي يا استاذ شافعي على الخطه. ايوه كده يا استاذ عيسى عايزين نشوفك سعيده كده على طول. والله يا استاذ عيسى الشغل من غير حضرتك ما كانلوش اي طعم. صباح الخير يا ياسمين التخطيط. صباح الخير يا سعاده. ايه وشك ولا وش القمر؟ ده وشك يا حبيبتي. ها ايه الاخبار؟ كويسه قوي الحمد لله. القسم بدا ينشط وعبد العظيم بيه مبسوط قوي. انا ما بتكلمش على عبد العظيم بيه، بتكلم على الاخبار التانيه. اخبار تانيه ايه؟ احلام. ما عملتيش تحريات لا كده ولا كده؟ احلام اللي انت شغله نفسك بيها دي. انت عارفه حصل ايه النهارده الصبح من رفقي؟ ايه؟ تصوري ان النهارده عيد جوازنا وانا ولا على بالي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. الله يجنن. ميرسي قوي يا رفقي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. انا اسفه حاولت انزل اجيب لك الهديه النهارده ما امكنش ابدا، كان عندي شغل كتير، لكن بكره ان شاء الله لازم انزل اجيبها لك. خلاص بقى ما تتعبيش نفسك. لا عايز تكسب الجوله بالبساطه دي؟ يضايقك ان اكسب مره؟ مش في دي. ها اختارها انا على مزاجي ولا تفضل حاجه معينه؟ ايوه نفسي في ايه؟ اجمل هديه تقدميها لي انك تنفذي اللي طلبته منك. ارجوك يا عفت بلاش تاخدي الموضوع بالحساسيه الزايده دي. يعني ما لقيتش الا المناسبه دي تفتح فيها الموضوع تاني؟ بالعكس انا شايف ان كده احسن، على الأقل نتفاهم وإحنا مزاجنا رايق. أنا بقول نأجل الموضوع ده لبعدين. ونأجل ليه؟ الظرف مش مناسب. أنا شايف إن إحنا لازم نحسم الموضوع ده حالا ودلوقتي. مش معنى دلوقتي؟ لأن تعبت خلاص يا عفت ومش هستريح إلا لما تديني كلمة. ما مش معقول يا رفقي طالبني إن أخدم كياني بإيدي بعد ما قعدت العمر ده كله أبني فيه. كيانك ما هوش الشغل وبس. طب وهل أنا قصرت في واجباتي كزوجة؟ الولاد ناقصهم حاجة؟ انت ناقصك حاجة؟ ناقصني كتير يا عفت. ناقصك ايه؟ انتي. رفقي
أرجوك تهدي أعصابك وتعيد نظر في موقفك. المفروض إنك تقدر موقفي وتقف جنبي. أنا بواجه في الشغل الامتحان صعب والكل مستني نتيجته، وأنا منتظرة منك إنك تقف جنبي وتساندني. مش هتقوم تستريح؟ معلش اتفضلي انتي، انا محتاج اقعد مع نفسي شوية. تصبح على خير. خالد، خالد، ميسة، خالد، يلا اصحوا احنا متأخرين، يلا بسرعة. رفي، رفي. رفي، رفي. قوم بقى، الساعة قربت على 7. أنا مش رايح الشغل النهاردة. ليه خير؟ ولا حاجة، حاسس جسمي همدان شوية. ابي بلغي اجازة عرضة. استاذ عايشة خير؟ مالك؟ لا ابدا مفيش حاجة، من ساعة ما جيتي وانتي سرحانة. اصل رفقي تعبان شويه وبفكر اخد اذن اروح اشوفه، يمكن يكون محتاج حاجه. عزيزتي عفت، لقد حاولت جاهدا أن أتقبل منطقك الخاص بإصرارك على عدم ترك العمل، ولكني عجزت. وكما قلت لك بأن هذا الإصرار من جانبك
يؤدي بنا إلى طريق مسدود، ولأن الموضوع لم يعد يحتمل مزيدا من النقاش فقد رأيت أن أبتعد كي أترك لك فرصة أخيرة للتفكير. مع خالص تحياتي وقبلاتي لخالد وميسى، رفقي. يلا خشوا غيروا هدومكم على ما احضر لكم الغدا. حضرتك مش هتاكلي؟ اصل جوعت في الشغل فجبت سندوتش وكلته. امال فين بابا؟ اصل نانا تعبت شويه النهارده فراح يشوفها. بقول ايه يا اولاد، انا بفكر اروح اشوف نانا واطمن عليها وارجع بسرعه، وانتوا طبعا تقعدوا تذاكروا زي الشطار. ما تسالي عليها بالتليفون. الواجب برضو ان انا اروح اسال عليها بنفسي احسن يزعلوا. خلاص اتفقنا، انا هرجع بسرعه مش هغيب. مساء الخير يا طنط. اهلا يا امال فين رفقي؟ رفقي ايه؟ ما جاش هنا؟ لا جه. امال هو فين؟ جوه؟ لا يعني هي دوب وصل وبعدين نزل على اسكندريه. اسكندريه؟ ايوه، بيقول ان اعصابه تعبانه وعايز يرتاح يومين. للدرجه دي؟ يا شيخه حرام عليكي اللي بتعمليه ده. هو انت ايه، مش خايفه على بيتك وعلى اولادك؟ ارجوك يا طنط مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي؟ مفيش داعي يعني ايه؟ انت عايزاني اسكت لغايه ما تقضي على ابني؟ اللي حصل ده حاجه تخصنا انا ورفقي، وبعدين انا ما جيتش هنا عشان اخد درس ازاي اتعامل مع جوزي. يا شيخه بطلي غطرسه بقى فوقي نفسك. انت ايه؟ لا انا فايقه نفسي كويس قوي، وعمري ما عرفت الغطرسه اللي بتقولي عليها دي. انا اعرف ازاي احترم نفسي كويس قوي وادافع عن كرامتي. بطلي انت بس زن على دماغه والامور تتصلح. عن اذنك. اهلا يا مدحت. اهلا يا عفة، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل. ازيك وازاي ماما كلكم؟ بخير وكالعاده واخدين على خاطرهم مني. رجعت تنسينا وما تسأليش، ولولا تليفون الحلوين دول انا ما كنتش جيت. تليفون؟ نعمل ايه يا ماما؟ اصلنا زهقنا لوحدنا، قلنا نسلم على تيتا. في يوم الخير برضو. انما ايه حكايه ماما رفقي دي؟ هي تعبانه للدرجه دي؟ يعني المهم انتوا زيكم عاملين ايه؟ ايه عفت مالك؟ في حاجه؟ لا ابدا مفيش. مفيش يعني ايه؟ شكلك بيقول غير كده. انتوا ما بتذاكروش ليه؟ يلا على اوضتكم كل واحد يشوف مذاكرته. يلا. ايه؟ خير؟ ابدا، سوء تفاهم بسيط ورفقي كبره وغضب وراح قعد عند مامته. وانت سبتي الاولاد وجريتي وراه ورجعتي من غيره، يبقى ما هوش سوء تفاهم بسيط ابدا. ما تصالحيني يا عفت، ايه اللي حصل؟ طب خلاص مفيش داعي، انا واثق انك هتقدر تحل مشاكلك مع جوزك لوحدك. ما هو مش معقول كده يا استاذ شافعي. من فضلك سيب اللي في ايدك دلوقتي واعملي الاحصائيه الشهريه فورا، وارجوك انا مش مستعده بعد كده. لا يا استاذ عفت، انت صحيح يا رئيسه القسم، انما ده ما اديكيش الحق انك تكلميني باللهجه دي. لا لا انا مش قادر عندك فوق نفسك.
لا ما هو كده مش معقول. هي الست دي هتشتغل لنا ولا ايه؟ لا كل شيء وليه حدود. نعم بتبصولي كده ليه؟ روحوا لولا روحوا لولا. انا ما عدتش استحمل وبقولها باعلى صوتي وما عادش يهمني. كل شيء وليه حدود. انا لازم اخد حقي. هاخد حقي يعني هاخد حقي. لا ما هو كده مش معقول. خير كنت فين؟ وايه الغاغه اللي عاملها الشافعي ده؟ مالك يا عفت؟ انت كنت بتعيطي ولا ايه؟ مش عارفه ايه اللي جرالي. مره واحده كده لقيت نفسي بزعق بصرخ. وده سببه الشافعي ولا حاجه تانية؟ حاجه تانية زي ايه؟ قصدي شهر الاجازه الاعتياديه اللي طلبها رفت. اجازه شهر؟ طلبها امتى دي؟ هو انت اخر من يعلم ولا ايه؟ ده الطلب وصل النهارده مع مخصوص. غريبه انت عايزه تفهميني انك ما تعرفيش. رفقي ساب البيت يا سعدي. بتقولي ايه؟ يا ما نصحتك يا عفت ولا سمعتيش كلام. مفيش ورا الملعوب ده الا مقصوفه الرقبه اللي اسمها احلام. بصراحة أنا من يوم ما صدتيني مش عايزة أقولك اللي بسمعه. مقصوفة الرقبة من ساعة ما قلت لها الكلمتين الناشفين عن لبسها ومكياجها وهي دايرة في الشركة تحكي الحكاية للي يسوى واللي ما يسواش. قال إيه؟ إن ما خليت عفة دي تمشي تكلم نفسها ما بقاش أنا أحلام. على العموم ما تزعليش نفسك واهدي كده وفكري على مهلك لحد ما نقعد قاعدة وإن شاء الله هنلاقي حل يوقف البت دي عند حدها. وفكيها بقى كده هو شويه عن نفسك واللي حصل حصل. ايه خير؟ ما انا كنت قلت لحضرتك انه مصر على موقفه. بتتكلمي عن مين؟ عن رفقي مش حضرتك. لا انا قصدي الشافعي مقدم فيكي شكوى بيقول انك عنتيه قدام الزملاء. سيبك من موضوع الشافعي. كنت عاوزه تقولي ايه عن رفقي؟ ماله؟ رفقي غضب وساب البيت. ساب البيت؟ بسبب حكاية الشغل برضو؟ وبالنسبة للشافعي أنا ما كنتش أقصد إنهينه ولا حاجة. أنا بس كانت ساعتها أعصابي تعبانة وما حسيتش اللي بعدين. عموما حكاية الشافعي مقدور عليها. هجمعكم أنتم الاتنين مع بعض وتراضيه وطيبي خاطره كلمتين ونلم الموضوع. بس حضرتك مش شايف إن وضع زي ده ممكن يكون؟ عفت انت عاقله والظرف يحكم. انا منتظر دلوقتي مذكره الشؤون القانونيه الخاصه برئاسه القسم في اي وقت وان شاء الله تيجي في صالحك وهعرضها على اللجنه فورا. زي ما انت شايفه كده برضه تبقي عارفه ان البت دي طالعه الرحله وما تقوليليش.
وحياتك ما اعرف انها جايه. انا بصيت في الكشف مرتين ما لقيتش اسمها. انا مش عارفه اشتركت امتى دي. على العموم ما تحطيهاش في دماغي، فرفشي كده وفرسيها. اللي عايزاكوا تعرفوه اني ما زعلتش باباكوا في حاجه. هو اللي صمم يا اما يسيب الشغل او يروح يقعد عند نانا. يعني لو ما سبتش الشغل هيقعد هناك على طول؟ مش عارفه. ما تسيب الشغل يا ماما. انت مش عايزه تطلعي مهندسه لما تكبري؟ اه. طب والمهندسه دي تقعد في البيت ولا تشتغل؟ سيدة عفت عبد المنعم؟ ايوه. اتفضلي. اسمحي تمدي لي بالاسلام؟ شكرا. تم طلاق الغائب الثابت زواجه بزوجته عفت عبد المنعم محمد، بنت عبد المنعم محمد. تم طلاق الغائب الثابت زواجه بزوجته عفة عبد المنعم محمد. في ايه يا ماما؟ مفيش حاجة. من مين الجواب ده يا ماما؟ ده جواب من الشغل. يلا يا ولاد عشان نكمل المذاكرة. اجازة عرضة. انتي متأكدة انها بلغت اجازة عرضة؟ ايوه متأكدة، بلغت السكرتارية. انت فاكرني بهزر ولا ايه؟ لا بس هي بتعتبر الاجازة العرضة زي الحاجة الحرام. اه حصل يا سيدي، وبضيت لك في القفص النهاردة. هاي اصبق واعمل علينا مدير. بقولك ايه؟ ايه؟ صباح الخير. يا صباح الفل. الله، امال فين الاستاذ عفت؟ اه الاستاذ عفت تعبانة شوية النهاردة. اه معلش، على العموم الاستاذ الشافعي ممكن يساعدك يا فندم. صحيح. اه والله اتفضلي. قوي قوي. صباح الخير يا استاذ الشافعي. صباح الخير يا انسه احلام. ممكن تعتمد لي دول؟ اه قوي اعتمدهم طبعا. ايوه هنا. وفين تاني؟ يا خبر اسود، طلقها غيابي؟ استلمتيها امتى دي؟ في بصة النهارده. غريبه، مع اني مكلماها امبارح ما قالتليش حاجه، قالت لي بس ابلغ لها على عرضه. عشان كده. اسمعي سلسة، قال لي خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش، عشان خاطري انا سركيها في ظرف مقفول. فتحي اديني خط بسرعه وحياتك. ايوه اهلا يا سعدية. كده برضو يا عفت؟ كده ايه يعني؟ تكلميني عن الاجازه العارضه وما تقوليليش على السبب. لازم تسيبيني اتخضي يعني؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ ما هو مفيش داعي تخبي بقى، صوره الورقه وصلتنا النهارده. بتقولي ايه؟ وصلتكم النهارده؟
طيب بقى مادام هو اختار كده. على العموم ادي الله ودي حكمته. قلبي معاك يا حبيبتي. شكرا سعدية. هنشوفك بكرة ان شاء الله؟ لا مش حاضر. يا ريت تقدمي لي على اجازة اسبوع. وليه كده؟ هتقعدي لوحدك تهري في نفسك؟ اهو اللي حصل حصل. بكرة تنزلي الشغل. لا معلش. بدل الناس في الشركة ما يعرفوا انا في وسطيهم وابقى فرجة اللي رايح واللي جاي. كل واحد يبحلق فيها شوية. لكن لما اجي بعد اسبوع هيكون الخبر بقى قديم وعادي. على راحتك يا عفة. على العموم خلينا نبقى على اتصال. انا حابة اكلمك. مع السلامة حبيبتي. طلعها غيابي؟ معقول الكلام ده؟ مش معقول ليه؟ إذا كانتش دي اللي تطلع غيابي أمال مين؟ من فضلك يا أستاذ شافعي، عيب ما يصحش. جرى إيه؟ أنا بقول رأيي. رأيك ده تقوله في الشغل، مش في الخصوصيات. جرى لك إيه يا مدام سناء؟ ما كنتيش كده. يا جماعة ما تروقوا أمال. الكلام ده تقول أستاذ شافعي، مش لينا. الله 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 الله. أنتوا هتشتغلوا محاميات على عفت ولا إيه؟ من فضلك، اسمها الأستاذة عفت، وما تنساش إنها رئيسة القسم. مؤقتا. والعبره بالنهايات. ايوه العبره بالنهايه، وان شاء الله النهايه هتكون في صالحها. عشان ابليس في الجنه. اه ما انتوا ستات زي بعض. من فضلك حاسب على الفاظك. شاهدين يا جماعه. ريف انت مش بتاكل ليه يا ابني؟ ماليش نفس يا ماما. مالكش نفس؟ مالكش نفس ده ايه؟ هي عفة دي هتفضل تعباك حتى وانت بعيد عنها؟ ماما من فضلك بلاش نفتح الموضوع ده تاني. انا لا عايزه افتحه ولا عايزه اجيب سيرتها خالص. بس يعني يا حبيبي ما اقدرش اشوفك بالشكل ده واسكت. هو انت اول واحد يطلق مراته يا ضنايا؟ وبعدين هي يعني جابته لنفسها. بكره تنساها يا حبيبي، بكره تنساها وتتجوز ست ستها. بعد اذنك يا ماما انا نازل اتمشى شويه. ازيك النهارده يا ماما؟ الحمد لله. يلا معلش يا ولاد انا ما عملتش حاجه عشان الغدا النهارده. انا محضره لكم سندوتشات في المطبخ. يلا خشوا غيروا هدومكم عشان تتغدوا. انا هخش اريح شويه. ماما باين عليها تعبانه قوي. تيجي نعمل تليفون لتيتا ونخليها تيجي عشان تشوفها. نخليها هي تتصل بتيتا احسن تزعل. مش يمكن لو قلنا لها تقول لا. نعمل احنا تليفون وخلاص وهي نايمه مش هتحس بينا. لحسن تعرف وتزعق لنا. يعني عاجبك شكلها كده؟ مش يمكن تكون محتاجه لدكتور. مش عارفه اعمل ايه في الولاد دول. ازاي تكلموكي في ساعة زي دي؟ ايه الكلام ده يا عفة؟ يعني هم غلطانين اللي قلقانين عليكي؟ ده لولا اخوكي مدحت بره البيت وباباكي عنده شوية برد كنت جيت لك بدري عن كده. بس باباكي صمم اني انزل لك حالا. خير يا بنتي؟ في ايه؟ مش حاجة. شوية تعب كده من الشغل. مفيش حاجة ازاي؟ وشوية تعب ده ايه؟
ده انت لونك مخطوف ووشك زي الكركم. امال فين رفقي؟ رفقي؟ ايوه رفقي. ايه حصل حاجه؟ رفقي غضب وساب البيت. ساب البيت؟ ليه كفل الشر؟ وراح فين؟ عند مامته طبعا. لا يا بنتي، حصل حاجه؟ رفقي طلقني. بتقولي ايه يا عفة؟ بقولك رفقي طلقني. ليه كده يا بنتي؟ ليه كده؟ حرام عليك يا شيخ. كان مصر اني اسيب الشغل. وماله؟ كنت سبتيه. بقى الشغل ولا بيتك؟ جالنا ايه من الشغل غير التعب وهدة الحياة؟ ماما مالوش لزوم الكلام ده. رفقي اتجوزني وانا بشتغل، انا ما غلطتش. كل ده وما غلطتيش يا عفة. تخربي بيتك بايدك وتقولي ما غلطتيش. انا بيتي ما تخربش. سامعي يعني ايه ما تخربش؟ وارجوكي بقى كفايه كده. حاضر يا بنتي، انا هسكت خالص. حكمي الحكام. من يوم ما اتجوزنا وانا حاطاه في عينيا فهمته زي نفسي تمام. لما كان بيفكر في حاجه محتاجها كنت بحققها له من قبل ما ينطق بيها، والاخر يعمل معايا كده. تفتكري ده عدل؟ فاكره قبل ما نتجوز كان منطوي على نفسه ازاي؟ فاكره بعد ما اتجوزنا بسنه الشركه كلها كانت بتقول عنه ايه؟ انت نفسك سميتيه رفقي الجديد. يا عفتي حبيبتي، انت طول عمرك ست واقعيه. دلوقتي لازم تفكري في الحقيقه اللي انت عايشه فيها. لازم تظهري قدام كل الناس اللي في الشركة بنفس الشخصية عفة اللي عرفوها. اوعي تدي فرصة لحد يشمت فيكي. انت طبعا فاهمة كلامي كويس، وخصوصا ان الشركة اليومين دول مليانة بالاشاعات. اشاعات؟ بيقولوا ان مقصوفة الرقبة احلام هتتجوز رفقي، وانت هتتجوزي عبد العظيم. عبد العظيم؟ كل ده مش مهم، المهم انك تركزي على يوم رجوعك من الاجازة. انا عايزاكي ترجعي لهم كده وراسك لفوق، فهماني؟ لفوق على الاخر. الله يخليك. اه والله وحشتينا جدا يا استاذه. والله شكرا قوي. الحمد لله على السلامه يا استاذه. الله يسلمك يا استاذ شفعي. الحقيقه انتوا كنتوا وحشيني جدا، وكنت قلقانه جدا على القسم، بس البركه بقى في الاستاذ شفعي. العفو يا استاذه. ايوه اهلا يا فندم. الله يسلمك. حاضر، انا جاي على طول. انا رايحه لعبد العظيم بيه. صباح الخير عليكم. يا صباح. صباح الخير يا استاذه عفت. الف الف حمد لله على سلامتك. اهلا، اي خدمه؟ اعتماد من فضلك. اسفه. روحي قولي للاستاذ مرسي يبعته مع حد تاني. حد تاني ليه؟ لاني مش قادره ابص لك وانت بالشكل ده. ماله الشكل ده؟ ما انتش عارفه؟ انا من سبق وقلت لك ان لبسك ومكياجك دول ما يتلائموش مع مكان عمل. مش بتوع مكان عمل؟ طب ما انتي لابسه ومتشيكه اهو. انتي بتقارن نفسك بيا؟ قولي لا، هو انتي على راسك ريشه؟ بطلي قله ادب. انا مش هقولك احترمي نفسك عشان انتي مش وش احترام. شكلك ده يا شاطره يتناسب مع كباريهات مش مع مكان عمل محترم. ايه؟ انا بتاع الكباريهات؟
في شك ولا مقدمها احلام؟ تاخد طريقها الطبيعي، تتقدم للتحقيق. ايوه بس التحقيق دلوقتي هيعمل لنا شوشره ملهاش لازمه، واللجنه هتجتمع قريب، والموضوع بتاعك مدرك في جدول الاعمال. انا بتهيألي نعمل في الحكايه دي زي ما عملنا في حكايه الشافعي. لا يا فندم، دي مش زي دي. وبعدين انا عندي دفاعي. صحيح انا قلت اللي قلته، لكن هي كمان كلمتني بشكل غير لائق. دي كانت عايزه تمسك في خناقي. يعني احول الشكوى للتحقيق؟ انا ما عنديش مانع. طيب على العموم انا هعطل الشكوى عندي شويه لغايه ما تجتمع اللجنه. ومن ناحيه تانية احلام مقدمه طلب لنقلها فرع الشركه في مصر الجديده. متهيألي الموافقه عليها هتخدمنا. انا مش هسيبك تحارب لوحدك، انت غاليه علينا اوي. انا مش هسيبك تحارب لوحدك، انت غاليه علينا اوي. ازيك؟ الله يسلمك. ممكن اعرف انت موجود هنا بصفة ايه؟ بصفتي صاحب بيت. كنت وما زلت. لا الشرع ولا القانون بيقولوا كده. عشان الطلاق يعني؟ ودي عايزة سؤال؟ ما انا رديتك امبارح. ايه؟ رديتني؟ ايوه رديتك. والورقة اهي. شيء جميل خالص. ورقة بتلغي الورقة اللي قبلها، والاتنين بيلغوا حاجة اسمها عفت. حضرتك تطلق حسب مزاجك وتردني وقت ما يعجبك، وانا عليا استلم الورقة وانفذ. لا يا استاذ، اذا كنت فاهم ان دي حقوقك تبقى غلطان، واذا كنت متخيل ان انا حقبل اللي انت عملته ده تبقى بتحلم. خلاص يا عفت، اللي حصل حصل، وخلينا نبدأ صفحة جديدة. لو فرض وكان في أمل لصفحة جديدة، يبقى الكلمة تبدأ من عندي أنا، مش من عندك أنت ولا بطريقتك. أرجوك يا عفة تنسى الموضوع دلوقتي، نبقى نتفاهم فيه بعدين. ده لو كان فيه بعدين. أنا آسفة، وأرجوك تسيب البيت دلوقتي قبل الولاد ما يرجعوا والأمور تتعقد أكتر. يعني بتطرديني؟ أنت اللي طردت نفسك. لا، يظهر إصرارك ده مش موضوع كرامة زي ما بتحاولي تفهميني، ده الحاجة تانية. حاجة تانية؟ زي إيه؟ انت فاكراني مش فاهم ولا مش عارف؟ فاهم ايه ولا عارف ايه؟ عبد العظيم. عبد العظيم؟ ماله؟ ناويه تتجوزيه مش كده؟ والله دي مساله شخصيه خاصه بمستقبلي، زي اللي بيخص مستقبلك بالظبط. يعني ايه؟ انت مش ناوي تتجوز احلام؟ احلام؟ مين قال الكلام ده؟ والله انا مش ملزمه اقولك مين اللي قال. لا انت يظهر بتقولي اي كلام عشان تغطي على موضوع عبد العظيم وبس. والله اتجوز ما اتجوزش دي حاجه تخصني انا. كانت تخصك، انما بعد ما رديتك لا، انت رجعت مراتي بالشرع والقانون. مش هيحصل. ده حصل خلاص. اذا كنت فاكره ان انا هطلقك تاني، مش هطلقك. هتطلقني غصب عنك، وهاخد حقي بالقانون وبالمحكمه. عشان ندعم موقفك، اولا يلزمنا شهود يقولوا انه طلقك عشان رفضت تسيب الشغل. موجودين. عظيم. وده كمان دليل اقوى من الشهود.
ده جاب بخط ايده وبيقول لي فيه انه مش هيرجع البيت تاني لما اسيب الشغل. هاي لا يبقى تطمني على الاخر، قضيتك مضمونه 100%. قضيه؟ قضيه ايه اللي انت رفعتيها دي يا بنتي؟ انت غاويه بهدله؟ ثم انا عاوز اعرف ليه العناد ده كله؟ انا عارف انه غلط، لكن الرجوع ده معناه كبير قوي. انت فاكره من السهل على الراجل اللي يطلق انه يرجع لوحده من غير ما حد يتحايل عليه؟ يا بابا ده ما رجعش بنيه سليمه، ده رجع عشان عايز. يا ست اهو كلام، ما هو لازم يغطي نفسه بكلمتين وكده ولا كده؟ اهو رجع برجليه لغايه عندك. معلش يا بابا اسمح لي، انت ببسط الامور اكتر من اللازم. انا خلاص يا جماعه قلت كل اللي اقدر اقوله. مش كده امال يا عفت؟ لازم تفوتي يا بنتي، احنا ياما فوتنا. فوتي يا ضنايا عشان خاطر بيتك واولادك. الحقيقه يا عفت رجوعه ده كان فيه رد كبير لاعتبارك. مش تقولي لي قضيه؟ انا شايفه ان نمشي في القضيه لغايه ما اكسبها وبعدين يبقى يحلها حلال. برضه مصممه على القضيه. اهلا يا طنط، انا مدحت. ازاي صحتك؟ وازاي رفقي؟ نعم؟ عفت؟ هي الحقيقة خرجت لمشوار صغير كده ورجع حالا. تحبي أبلغها حاجة؟ خير يا رب، يا ترى في إيه؟ استني شوية، كل شيء يبان. اللهم اجعله خير. اصبري. بتقولي إيه؟ في المستشفى؟ إزاي؟ حادثة بالعربية؟ إمتى ده؟ يا خبر. وازاي دلوقتي؟ الحمد لله اللي جات لحد كده. حاضر، هبلغها اول ما ترجع. مع السلامه. في ايه؟ زي ما سمعتي، حادثه بالعربيه وفي المستشفى. في ايه يا عفت؟ مدحت في ايه يا ابني؟ رفقي عمل حادثه بالعربيه. يا ساتر يا رب. هو نايم في المستشفى مجبسين له رجله، انما صحته الحمد لله وطالب يشوف الاولاد. معلش يا مدحت، ممكن تعدي علينا بكره تاخد الاولاد عشان يشوفوه؟ وبعدين يا عفت؟ معقول يا عفت؟ معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت هتكشفي دماغك في دي كمان؟ هو طلب يشوف الاولاد، ما طلبش يشوفنا انا. يا سلام، غلط انه ما قالهاش، ويقولها ازاي بعد ما طردتيه؟ معلش مدحت يروح له بكره، واذا كان في ضروره ابقى افكر اروح. يلا بينا، احنا عملنا اللي علينا وكفايه لحد كده. طب اقعد شويه بس. مش قاعد. يكون في علمك مدحت مش جاي لك بكره، وبتصرفي انت بقى. اخذ الشيطان يا عفت يا بنتي، في الاخر هتطلعي انت اللي غلطانه يا حبيبتي. اسمعي كلام امك. مع السلامه. سلام يا بنتي. فكري كويس يا عفت. تصبحي على خير. انت من اهله. ازيكم يا اولاد؟
عاملين ايه في المدرسه؟ بتذاكروا؟ مارسين يا بابا. هو انت خبطت بالعربيه ليه يا بابا؟ ايه؟ طب ما دوستش فراغ الليل؟ دوست يا حبيبي. والعربيه ما وقفتش ليه يا بابا؟ ربنا عايز كده يا حبيبتي. بقول يا اولاد ما تطلعوا تقعدوا مع عنانا بره في الاستراحه عشان تسلوها شويه. الحادثة دي حصلت امتى؟ بعد ما نزلت من عندك. أنا آسفة. بتتأسفي ليه؟ أنا اللي كنت سايق مش أنت. الفلوس دي من حساب التوفير، يمكن تحتاج لها. فلوس؟ فلوس إيه؟ ما هو التأمين الصحي برضه مش كفاية، والعربية ضروري هتحتاج لمصاريف كتير. أرجوك يا عفة تحطي فلوسك في شنطتك. الفلوس دي مش بتاعتي أنا لوحدي، انت ليك فيها برضو. كان ليا فيهم. اللي حصل ما يضيعش حقك فيهم. متشكر، متشكر قوي. مش محتاج اي حاجه. ما هو بدري. لا معلش، اصل لسه هروح اذاكر البيت. مش لازمك اي حاجه. لا متشكر، متشكر قوي على الزياره. مع السلامة. هو بابا هيقعد في المستشفى كتير يا ماما؟ لا يا حبيبتي، يوم أو يومين بالكتير. وهيقعد عند تيتا برضو؟ أيوه. ليه؟ انتوا مش صالحتوا خلاص؟ وقبلت الفلوس منها؟ أنا حاولت أرجعهم لكن هي أصرت. طبعاً عايزه تحسسك بقيمتها. لا يا ماما، عفت ما بتفكرش بالشكل ده. هي لو ما كانتش بتفكر بالشكل ده كانت وصلتك للي انت فيه ده. مين عارف، يمكن اللي وصلنا له ده وراه حكمه. حكمه في رقدتك دي؟ وليه لا، والله الرقده دي كانت فرصه عشان افكر واسترجع حاجات كتير. الواحد في دوامه الحياه بيشوف الامور في كفه واحده لغاية ما تجيله فرصة عشان يوقف ويتأمل، ساعتها بيشوف الكفة التانية ويقدر يوازن بين دي ودي. لقد تسبب الزوج بتصرفاته المباغتة المتعسفة في إرهاق زوجته إرهاقا نفسيا جسيما. فجأة يطالبها بترك عملها بالرغم عن عدم إهمالها لأي من واجباتها الزوجية، وعندما تحاول الدفاع عن كيانها يفاجئها بطلاق غيابي. كل هذا دون ما اعتبار لمشاعره، ثم يعود فجأة. وهذا هو عماد الحياة الزوجية المستقرة، أن تهلهي الزوجة الزوجة لزوجها مناخا يفيض بالحب والمشاعر الرقيقة، وهذا هو أهم دعائم الحياة الزوجية. ما مظاهر هذا النبوغ وكيف أفاد منه الزملاء؟ كمل على ما أرجع لك. أيوة مساء النور. أهلا عبد العظيم بيه. يا ستي ألف مبروك. صحيح؟ أنت فاكراني بهزر ولا إيه؟ هو صحيح اللجنة كان عايزة تأجل الاجتماع لبكرة، إنما أنا أصريت وشغلتهم بعد الظهر. احنا لسه مخلصين من شوية. ألف ألف شكر. والله أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي. احنا لازم نعمل احتفال بالمناسبة دي. ما هو أصل القسم عندنا. لا الاحتفال ده بتاع القسم لهم هم. أنا عايز أحتفل بيك احتفال خاص. ها؟ أعزمك على العشاء في يوم. أنا ما قلتش بكرة اللي بعده، على راحتك، اعتبريها دعوة مفتوحة. إيه رأيك؟ قلت إيه؟ إن شاء الله.
مع ألف سلام. تصبح على خير. مش تباركولي يا اولاد، مش بقيت رئيسه بحق وحقيقي. مبروك يا ماما. الله يبارك فيك. المره دي مبروك فعلا من غير لا نقد ولا ابرام. لا وايه، الحاجه الحلوه موجوده بحق وحقيقي. اتفضل يا استاذ شافعي. ايه واقفين بعيد ليه يا جماعه؟ اتفضلوا. الف مبروك يا رئيس القصه. متشكره متشكره جدا يا استاذ شافعي. مبروك يا استاذه. الف شكر. الف مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك. الحقيقة يا جماعة مهما قلتلكم مش هقدر أعبر لكم عن الشكر اللي تستحقوه، وإذا كنت دلوقتي بحس بسعادة. متشكرة ليكوا كلكم. يا ستي بطلي رغي وخدي شقة التورتية نصين، نص للستات ونص للرجالة. لا هي الستات بصراحة أكتر. معلش، هو صحيح الستات أكتر من الرجالة، لكن برضه نص للستات والنص للرجالة زي بعض. مبروك يا عفت. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا عارف إني بفرض نفسي عليكي، وإني مش من حقي أكون موجود هنا دلوقتي، لكن حسيت ان الكلام اللي سمعناه في المحكمة نبهني لمعاني كتير يظهر ما كناش قادرين نقولها لبعض. افتكر احنا قلنا كل حاجة يا رفقي، ما فضلش قدامنا الا اللي هتقوله المحكمة. لا يا عفت، مفيش داعي ننتظر ده كله، وعشان كده انا جيت النهاردة اقول لك كلمتين من غير انفعال يمكن يغنونا عن المحكمة. انت من حقك انك تشتغلي ومن حقك تهتمي بشغلك، بس انا كمان من حق احس انك مراتي. انت عارفه انا قد ايه بحبك، نفسي احس ان حياتنا الزوجيه مشاعر، مشاعر قبل ما تكون مطالب ماديه وبس. انا قصدي يعني أنا عايز أقول يعني. ما تقولش حاجة. أفتكر أنت لازم تستريح دلوقتي.